مع نشوب الأزمة الإنسانية على الحدود البولندية البيلاروسية، بدا الرأي العام في روسيا منقسما إزاء معرفة الجانب المسؤول عن هذه الأزمة وماهية أهدافه. الإعلام الفيدرالي يدافع عن نظام لوكاشينكا مدعيا أن الاتحاد الأوروبي قصد هذا التصعيد من أجل استفزاز روسيا، إلا أن استغلال الرئيس البيلاروسي لورقة المهاجرين غير خاف عن أنظار الشارع الروسي. ويرى البعض أن نظام لوكاشينكا استغل آلاف المهاجرين فقط للضغط على بروكسل وجعلها تتفاوض معه وبالتالي تعترف به رئيسا لبيلاروسيا، فيما يعتبر الآخرون أنه لن يكسب شيئا من هذه الأزمة وأن هدفه الحقيقي هو ابتزاز موسكو من أجل إقحامها في مواجهته مع الغرب. الطرف المسبب للأزمة هو نظام لوكاشينكا، هو الطرف البيلاروسي. لوكاشينكا ما بيقدر يبتز الاتحاد الأوروبي بهذه الأعداد القليلة من المهاجرين. أنا برأيي العقوبات لن ترفع، وسبب آخر ليش لوكاشينكا عم يعمل هذا الشيء، عم يبتز موسكو أيضا، يعني هو بالحديقة الخلفية لموسكو، هو عم بيسبب كمان إحراج لموسكو. ومع اختلاف القراءات لأسباب الكارثة الإنسانية الواقعة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، يبقى الشيء المشترك بينها هو الاعتقاد بأن إغلاق بولندا أبوابها في وجه طالبي اللجوء أمر مخالف للقيم الأوروبية. ما يفعله لوكاشينكو هو أمر استفزازي بامتياز، يرمي هؤلاء الناس على الحدود ليرى ما ستفعله بولندا، لكن هذا لا يسمح للاتحاد الأوروبي بإهمال اتفاقيات حقوق الإنسان التي كان تبناها والتي تنص على حق كل إنسان في تقديم طلب اللجوء. ويذكر الحقوقيون سابقة عام 2014 و2015 عندما توجهت حشود من اللاجئين ممن فشلوا في الحصول على اللجوء في روسيا إلى الحدود مع النرويج، فسمحت السلطات النرويجية لهم بالمرور وقدمت المأوى لنحو 6000 شخص. ومهما كان هدف النظام البيلاروسي من افتعال أزمة المهاجرين، إلا أنه لا يترك أمام الكرملين سوى خيارين: إما أن يمتنع عن دعمه المباشر لمينسك ويكتفي بدور الوسيط، أم ينجر وراء مغامرات لوكاشينكا للمواجهة مع الغرب. ليلى كفر الغزال، تلفزيون سوريا، موسكو.